اهلا وسهلا فيكم زوار موقع وين. اليوم راح نلتقي بالفنان القدير ماهر حلبي اللي احنا لازم نبلش نغني له زوروني كل سنة مرة. كل سنة بهاي الايامات الناس تحتار وين راح تستقبل السنة الجديدة. في ناس بتحب تستقبلها مع الاهل او مع الاصحاب او عن طريق حفلة. فاليوم راح نلتقي بالفنان ماهر حلبي عشان يخبرنا عن حفلته اللي راح تكون في ليلة راس السنة بشفا عمر بقاعات سميراميس. تعالوا نشوف مع بعض ايش راح يعطينا معلومات عن الحفلة. حابب بالبداية انه نسمع منك كلمة لجمهورك اللي صلوا زمان مش شايفك ومش سامعك. اول شيء بشكرك على اللقاء، العفو. بدي اشكر جميع العاملين في موقع وين اللي اتاحوا لي المجال لانه نقدر نعايد اول شيء على احبابنا واصدقائنا بمناسبه عيد الميلاد وراس السنه. ان شاء الله الكل بيكون بالف خير وهداب بال وصحه وعافيه ربي. وبهاي المناسبه اكيد تعبيرا عن الفرحه وعن الانبساط حفلات موجوده في كل محل. فنحن ان شاء الله حفلتنا حتكون ب 31/12 في قاعة سميراميس في شفا عمر بإذن تعالى إن شاء الله الساعة 9 مساء. الحفل طبعا هو دعوة عامة للجميع. الحفل مبني على الأزواج والمجموعات اللي هي الشباب والصبايا عائلات، بس فقط على هيك الحفل المقتصر. بالحفل طبعا بده يكون برنامج فني نيتو، يعني ما فيش لا تعجني كثير بالحكي. الناس جاي تسهر، جاي تنبسط، جاي ترقص، جاي تعيش الجو، جاي بدها تدبخ، بدها تطرب. بده يكون البرنامج زي السوبر ماركت فيه كل ما تتمناه، فيه طرب، فيه رقص، فيه دبكة، فيه فن، فيه كل شيء. اكيد الناس بتحب طبعا الناس هذا بدهياته. طبعا كمان انا بالنسبه للوضع لاني لساتني مقيم في كندا وقطعت السبع بحور تاني اجي لهون، فان شاء الله انه بتكون اجيني محرزه اكيد والناس عماله بتستنى لهذا الاشي. انا أكيد. حملت مشاق سفر جدا هلا طويل، بس ولكن الانسان لما بيجي على بيته وعلى بلده وعلى اهله وعلى حبايبه الناس اللي رجع هو اياها وبيشوفها بيستاهل الموضوع كثير. فان شاء الله انه بيشوف كل حبايبي وكل اصدقائي كل محبيني كل جمهوري بهذا اليوم المميز بهاي القاعة بهاي الليلة. وكل الهدف انه نحن بس بدنا ننبسط، نعيش كم من ساعة زمن حلوة، يضلهم ذكرى حلوة، يتوثقوا بالفيديو من خلال الموقع من خلال عدسة الكاميرا، بس مش أكثر من هيك يعني باختصار مفيد. ايش اخر جديدك؟ الناس اكيد بتحب تسمع هذا الاشي. انا حقيقة سجلت ثلاث اغاني، واحدة منهم في كندا وثنتين في امريكا قبل ما اجيت تكمل الالبوم اللي عم بسجله. نحن هسه بصدد بنسوي دائما بسموه ميكس للاغاني بعد ما تتسجل داخل تركات الصوت والالات الموسيقية واللي بدك اياه. بيقعد مهندس الصوت وبصير يعمل ميكس للاغاني. فنحن بصدد المراحل الاخيره ان شاء الله بالسنه الجديده هاي باذن تعالى اكيد الالبوم راح ينزل كاغاني خاصه. بنفس الخط في عندي شويه حفلات جبتها معي من امريكا، حفلات لايف مع الناس، واحده منهم بسانت لويس، في دالاس تكساس، في شيكاغو، في واشنطن، في نيوجيرسي. كثير حفلات اعراس وحفلات خاصه حابب برضو كمان ان شاء الله انه ننزلها على السوق. حلو. كحفله بعتقد انه لها رن ووقع مختلف. هذا شيء اكيد الناس دائما بتحب تشوف هاي الشغلات والحفلات اللي موجوده في الخارج. اكيد وان شاء الله انه بنمدكم فيها في الموقع كمان. اكيد طبعا اكيد راح تغنوا الزوار فيها، يحبوا يسمعوا. هذا شيء اكيد. كيف ما قلت لنا انه في اخر حفله كانت في سانت لويس. مزبوط. لاي شعب كانت؟ لا هي كانت اصحاب الحفله هن من بلد اسمه برقه قضاء رام الله.
وكثير طبعا من اهلنا اللي بمناطق ال 67 بالضفه الغربيه بمنطقه رام الله وقضاها. رام الله بلد كبير وفيها قرى أكيد. رهيبه جدا وكلاتهم مغتربين، فنحن بنسوي لهم حفلات وهم منتشرين في كل بقاع الولايات الامريكيه، فانا من خلالهم اتعرفت على كل امريكا. يعني اي بلد تقريبا بدك اياها، اكثر من 90% من الولايات الامريكيه انا زرتها وغنيت فيها، غنيت فيها لاهلي لهي الناس الموجوده هناك. حلو كثير انه نسمع هاي الاخبار، طبعا شيء حلو لانه بتحرك بالواحد هاي الشغلات، طبعا هذا الشيء اكيد اكيد. اكيد، لانه نحن عم نروح عند اهلنا وناسنا وامتداد جغرافي لغتنا واحده، فولكلورنا واحد، اكيد فبتروح انت لعند ربعك لعند اهلك لعند حبايبك اللي بيفهموا عليك بتفهم عليهم. يعني كيف يعني لما انت بتغني غنيت وين على رام الله، ما الكل بغنيها، بغنيها في الجليل وبغنيها في حيفا وبغنيها في رام الله وبغنيها في القدس وبغنيها في بيت لحم. كلمة اللحن موحد بوحد الناس، هذا الشيء أكيد، فهذا اللي احنا اكيد نحن هذا بنسويه. أكيد. إيه حفلتك هذيك السنة كانت روعة، فكيف تتوقع هاي السنة تكون؟ والله ان شاء الله كثير التوقعات كثير خير وكثير كثير ايجابيه زي دائما، بس هاي السنه لانه كمان في يعني تسليط اعلامي كبير وفي تعب اكثر على الحفله كحفله على البرنامج، دائما ما بوقفش عند نقطه معينه وبقول كانت حفله بتجنن بدي اعمل نفس الشيء وبس. دائما عندي اني الهدف اني اصبو دائما للنجاح أكيد. اكثر، للابهار في العمل، هذا طبعي وهذا تعطي بتعبني، يعني دائما بخليني تعبان هذا الشيء، بحبه وبحبوش في هذا الشيء، يعني دائما بضل جوج 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 بدهوش شو بدي اعمل احسن، شو افضل، طب وين بقدر احسن، وين كان منيح، وين كان مش منيح، هذا بخليك دائما يعني افكار مستمره بدون توقف، بس ولكن بالنهايه النتيجه افضل انك انت عم تعمل شيء تبهر الناس فيه وتفاجئ الناس فيه. وهي السنه اللي استفدت كثير حلوه وجميله جدا. وبعدين بعد خبره طويله من الحفلات، بكل حفله كان فيها اغلاط بتتفاداها بتصلحها، الحفله اللي بعديها بتصير افضل. فهي الحفله ان شاء الله باذن تعالى يعني في عليها تركيز اعلامي كبير، في عليها تعب وشغل، ديتيلز هيك ديتيلز اللي هي ملاحظات النقاط بسيطه جدا، الصغيره النقاط الصغيره هاي اللي هي بتعمل عليها فرق كبير. من حفله راس السنه اللي كان الحمد لله برضه حفله ناجحه، بس ولكن هاي السنه ان شاء الله راح يكون في اكيد يعني درجات اعلى واعلى من قبل سنه، وان شاء الله راح تبين ان شاء الله باذن تعالى بكل التفاصيل اللي حكيناها، من القاعه، من الموسيقى، من الاغاني، من الجو، من الناس، من كل هالامور. زي ما حكينا بالاول، في ناس بتحب تقضي هاي الليله مع اصحاب، مع العيله، فهل هاي الناس برضه راح تحظى بحفله بعد، يعني بعد راس السنه راح يكون في والله كمان حفله؟ حفله ريت انا لانه لهي الناس اللي ما اجتش على ليله راس اتمنى السنه. اتمنى يعني ايه بتمنى ان شاء الله انه هاي الناس اذا ما حلف الحظ، الشيء الوحيد اللي ممكن يعني مجرح ولا مقتول اكيد بفوتوا على الموقع ويشوفوا الصور وان شاء الله انه بتسجلوا منها مقاطع اكيد فيديو. طبعا هاي اللي مهمتكم انتم، انا هيني انا رافع ايدي انا مهتمكم فيها انتم بترتبوا كل هاي الامور، بس انا بعد الحفله انا الاثنين واحد راجع على كندا، يعني لانه طبعا عندي التزامات اخرى هونيك، راح يكون جدا وقت قصير. فمشان هيك انا اجيت المره عندي حفله راس السنه، هي الحفله اللي كثير كثير مهمه وهي محط الانظار، هي التركيز وهي الجهد وهي التعب، وهي الليله بتستاهل، ليله جدا مميزه اكيد بتلم. بعدين الحلو زي البستان، ظهر متنوع من كل قدر الامنيه، بتشوف الناس، ما عنديش انا جمهور معين في بلد معين، هذا الجمهور الحمد لله موزع لكل الاقطار، فرايحين تشوفوا من النقب، من القدس، من المثلث،
لا يلحق الكرمل والجليل وهضبة الجولان وعد بلاد. هذا إشي أكيد، هذا إحنا هذا شيء حلو، هذا إشي واثقين منه إنه راح نشوف هاي الأشياء. فبعتقد لمة حلوة والجو رايح يعمر بأهله وبناسه، شايف جو أهله وبناسه مهم جدا. يعني موضوع الألفة، التآخي، المحبة، الدفى الموجود، الاحترام، هذا هو الحفل. لأنه يعني في حراسة مشددة جدا، في شرطة، في أمن، في نظام، زي دائما. مش أنا عم بقول لك إنه هاي الحفلة من الحفلات الثانية كان إشي، لا، بس إنه هذا الإشي بريح، هذا الإشي تعرف إنك أنت جاي على مستوى، على حفلة راقية، حفلة عائلات، فيها نظام، فيها ناس تحافظ على الأمن، إذا حدا بسيء الأدب، إذا حدا ما بتخلاش الأمور، ما بتعرف شو بصير، بس ولكن يعني إنه في ناس هون اللي هي ضابطة الأمور راح تكون بعملها مثل ما لازم، مفتحة عيونها على كل شيء. لأنه أنا بهمني الناس اللي جاية تسهر، جاية لشو؟ جاية لتسهر تنبسط، تروح بيترها دائما طيبة، زي دائما الحمد لله، الحمد لله زي دائما هيك، الحمد لله معروف على الحفلة عندي. إن شاء الله إنه هيك دائما بيكون، وبكون أفضل وبكون أحسن، ومنكرر طبعا أكيد إن شاء الله. دائما هذا إشي أكيد. ما نطمع منك كمان كلمة لزوار موقع وين، كلمة أخيرة تعطيهم عن الحفلة، عن كل شيء. أنا بشكل شخصي بدعيكم إن شاء الله للي عم بفوتوا بشوفوا اللقاء هذا. الطمع هي بشوفتكم، الطمع هي بلقى الناس المحبين، لأنه ما بيجي لعندك غير في مثل عندنا نحن بنحكي عامي أو فلاحين بيحكوه، الإجر ما بتدب إلا مطرح ما بتحب، وما حدا بيجي لعندك غير عن جد اللي بحبك. لأنه إذا بتفتح الإنترنت حفلات مش ناقص ما أكيد، بس إنه إنسان لقيت من بين كل الحفلات وشور عليك، هذا بحبك. فاللي أنا بقدر أقول لك مقابل هاي المحبة، هاي قلب كله ملان حب لهاي الناس الطيبة اللي عم تيجي. فإن شاء الله إني بتمنى إني أشوف كل الناس الطيبين المحبين بهاي الحفلة، وننبسط مع بعض، نعيد مع بعض، تكون سنة 2013 ربي إن شاء الله سنة فيها خير، فيها أمل، فيها تفاؤل، فيها يعني فحج لقدام، هات نحكيها بهالمعنى، بالأشياء الإيجابية دائما لكل الناس على كل الأصعدة، عاطفيا، ماديا، اجتماعيا، ثقافيا، اللي بدك إياه، بس كل خير. Think positive، هاي الكلمة دائما أنا بمشي عليها. شكرا كثير لك، اهلا فيك. حبينا الحديث معك، خليك يا رب، واكيد راح نشوفك في بيت راس ان شاء الله. ان شاء الله عم استناك انا اكيد. مش بدي جوش. اهلا، شكرا كثير. يا هلا.